اهلا وسهلا بك. مساء الخير سيد رويحة. اذا تصريحات لعضو مجلس الدولة ولجان ولجنة الحوار عبد القادر الجويلي يقول بأن ترجيحات لزيارة عقيلة صالح إلى تركيا أواخر الشهر الحالي، وأيضا هناك تصريحات سابقة لوزير الخارجية التركي ملوتشاوي شوغلو ذكر فيها بأن عقيلة صالح طلب أكثر من مرة اللقاء بالأتراك وزيارة تركيا. ما تفسير هذه العلاقة اليوم والانفتاح التركي في شرق ليبيا الآن؟ هذه الزيارة الحقيقة هي ربما تفتح أبواب جديدة وآفاق جديدة للتعاون تركي ليبي، يعني ليبي شرق وغرب. يعني كان العلاقات التجارية والدبلوماسية تقتصر على المنطقة الغربية، ويعني تعود لأسباب ربما منذ سنة 2014 عندما يعني بدأ خليفة حفتر ربما محاولة السيطرة على مدينة بنغازي و تمكن من ذلك. يعني وربما ما أزم العلاقة ما بين شرق البلاد وتركيا هو الاتفاقية التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني السابقة، حكومة الوفاق الوطني التي كان يرأسها فايز السراج، عندما وقعت اتفاقية بحرية بين ليبيا وتركيا. هذه الاتفاقية اعتبرها ربما البرلمان الذي يخضع لسيطرة حفتر ويقع تحت حمايته، واعتبر أن هذا التدخل سافر، ورأينا ربما كيف يعني من يرأس هذا البرلمان وبعض السياسيين في المنطقة الشرقية المواليون للجنرال المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود تمرد في شرق البلاد، كيف استنكروا هذا التدخل ووصف تركيا بأوصاف وكأن هؤلاء عدو، وحاولوا ربما أن يسوقوا هذه الأفكار المشوهة لبعض الجنود الذين أو بعض الأشخاص المخرطين في تنظيم الكرامة، حتى يكون هناك دافع ربما لمواجهة المنطقة الغربية التي استعانت بالقوات التركية لطرد العديد من المرتزقة الذين جلبهم خليفة حفتر. هناك الحقيقة تبدل كبير في هذه الفترة في موقف المنطقة الشرقية وموقف البرلمان الذي يسيطر عليه عقيلة صالح من تركيا. ذلك تبلور من خلال ربما الزيارة الذي زارها الذي قام بها نائب البرلمان في الفترة الماضية عندما استقالة مؤقتة رئيس البرلمان الحالي عقيلة صالح، وخلفه في ذلك نوير الذي ذهب معه وفد، ربما في هذا الوفد يضم عدة أشخاص ربما محسوبين على حفتر، وعقد لقاءات كان أبرزها مع الرئيس رجب طيب أردوغان. طيب سيد رويحة، يعني هذا الانفتاح اليوم التركي مع شرق ليبيا، تصريحات أيضا وتأكيدات من وزير الخارجية التركي مولود تشاوشوغلو بأن العلاقة بين تركيا وشرق ليبيا هي علاقة تاريخية يعني وليست من اليوم. أيضا كيف أيضا تفسر اليوم دعوة عقيلة صالح للجانب التركي وتحديدا للسفير التركي في طرابلس واللقاء في شرق ليبيا؟ هو كما قلت أو كما ذكرت هو تحول كبير وتحول جذري، ربما يضع من صدقوا يعني ما كان يسوقه عقيلة صالح وخليفة حفتر بأن تركيا دولة عدو وأن يجب محاربتها وكذا، يعني ربما الصدمة لمن انخرطوا مع هذا التنظيم ومع هذا التمرد الذي يحاول يعني خلق ذرائع وائهة يوهم بها عدد يعني ربما لا بأس بهم من المنطقة الشرقية لكي يكونوا جنود أو لكي يكونوا بيادق يعني يستخدمهم لتنفيذ أجندة خاصة به. العلاقات التركية الليبية بشكل عام لا يمكن إنكارها، علاقات ضاربة في التاريخ، والعلاقات من الناحية التجارية تعتبر تركيا شريك تجاري مهم للدولة الليبية شرق وغرب، ولا يمكن حتى مقارنتها ببعض الدول الجارة لنا. وأعتقد لكن على المستوى الشخصي، يعني على المستوى الشخصي عفوا سيد رويحة، ماذا يريد عقيلة صالح من التقارب مع الأتراك؟ مستوى الشخصي هنا هو على المستوى الشخصي هو يرى أن ربما العداء الذي كان يعني كان قائم بين
أهم الحلفاء الإقليميين لعقيلة صالح وخليفة حفتر وهم وهو نظام السيسي والنظام الإماراتي أصبحوا ربما في تقارب كبير مع تركيا، وهناك محاولات لإحياء ربما العلاقات التجارية والدبلوماسية بين هذه الدول التي كانت تدعم خليفة حفتر ولا زالت أعتقد في ذلك، يرى أن هذه الدول ربما تتخلى عنه، وبالتالي هو لا يملك إرادة أو رؤية خاصة به زي عقيلة صالح أو خليفة حفتر، وإنما أينما يتولى أو أينما يولي وجهه حليفه المصري والإماراتي سوف يولي وجهه كذلك، يعني سياستهم مربوطة ب يعني من يدعمون مشروع الثورة المضادة في ليبيا، فبالتالي رأى ربما عقيلة صالح وخليفة حفتر أنه لا مناص من التقرب من تركيا لحتى كي يعني يحاولوا ربما يعني حتى معادلة التوازن أو خلق توازن، لأن هناك في المنطقة الغربية أو حكومة الوحدة الوطنية استطاعت ربما من خلال زيارة قام بها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى مصر والتوقيع على عقود بالمليارات وعقود استثمارية خاصة بمصر في ليبيا، هذا ربما خفف من التدخل المصري في ليبيا، وربما هذه تكون مبادرة أو تحرك لاحتواء تركيا ويعني خلق توازن طيب. في هذه العلاقات التي تربط طيب. ليبيا هل تعتقد بالدول إذا سرحت لي سيد رويحة، هل تعتقد أن هناك مسعى من قبل عقيلة صالح بأن يترأس ليبيا في الفترة الحالية، أيضا رغم أن هناك يعني تحركات وحراك دبلوماسي بأن يكون فتحي باش آغا رئيس ليبيا القادم، لهذا ينفتح عقيلة صالح على الجميع، يعني على تركيا، على دول المنطقة أو الإقليمية والدولية، هل هذا صحيح؟ هو بالفعل هذا سيناريو مطروح ومطروح بشكل جدا يعني وبشكل واقعي بكل التأكيد، يعني النوايا الحقيقية لخليفة حفتر أو لعقيلة صالح يعني هذان الرجلان اللذان يقودان يعني مشروع الحقيقة هو مضاد للثورة ومضاد للنظام الديمقراطي ومضاد للدولة المدنية في ليبيا التي يعني ترفضه تركيا. أعتقد أن أحد أسباب ربما الانفتاح في شرق البلاد على الجمهورية التركية هو يعود لصفقة ربما أصبحت تظهر بشكل واضح للليبيين، وهي صفقة ما بين هذان الرجلان عقيلة صالح وخليفة حفتر مع بعض الشخصيات المحسوبة على الثورة في المنطقة الغربية لمحاولة استبدال حكومة الوحدة الوطنية، وبالتالي يصبح مشروع الثورة المضادة يعني ربما يستطيع أن يعني يتقمص وجه جديد يكون مقبول لدى الحليف التركي الذي دعم حكومة الوفاق السابقة ويدعم حكومة الوحدة الوطنية. وما حدود عقيلة صالح في أن يكون حاضر في المرحلة المقبلة في ليبيا في ظل أيضا حديث بأن حفتر لن يكون له مستقبل سياسي في ليبيا إذا ما كان هناك ترأس يعني للمشهد السياسي أو لرئاسة ليبيا في المرحلة المقبلة بين عقيلة صالح وفتحي باش آغا، من المرجح أن يصل إلى هذا المنصب باعتقادك سيد رويحة؟ هو يعني لنوضح الصورة أكثر، عقيلة صالح يعني يعتمد في يعني انفراده بالبرلمان وبروزه كشخصية يعني مهمة في الدولة الليبية يعني بحماية خليفة حفتر، ولا يستطيع أن يبقى في هذا المنصب دون حماية خليفة حفتر، هناك احتقان حتى من الشارع البرقاوي ضد تصرفات هذا الرجل يعني بسبب تعطيله لعمل البرلمان وبسبب عرقلته لحكومة الوحدة الوطنية التي كان الحقيقة يأمل الليبيين أن تكون حكومة خدمات يعني توفير خدمات للليبيين، فبالتالي كان هذا الرجل عقبة حقيقية أمام هذه الحكومة وأفشل مشروع الانتخابات التي كان يعني ينتظره أو كان يترقبه الليبيين بشغف، وبالفعل هو ربما يحاول أو يناور أنه يعني يكون طرف مهم في المعادلة القادمة من خلال الالتفاف على حكومة الوحدة الوطنية وإسقاطها بطريقة برلمانية كما يدعي هو بطريقة قانونية، ولكن أعتقد أن الشارع الليبي
يرفض هذه الفكرة يعني أساسا، وربما إذا أصر عقيلة صالح ومن تحالف معهم في غرب البلاد على القدوم على هذه الخطوة، ربما تنزلق البلاد إلى فوضى يعني لا يحمد عقباها. أخذ الختام معك يا سيد رويحة، باعتقادك هل سيكون هناك زيارة قريبة كما ذكر النائب عن أو عضو مجلس الدولة عبد القادر جويلي بأن هناك زيارة مرتقبة لعقيلة صالح في نهاية هذا الشهر، باعتقادك هل سيكون هناك زيارة أو إن كان لديك معلومات بخصوص ذلك؟ أنا ليس لدي معلومات الحقيقة عن زيارة مرتقبة لعقيلة صالح لتركيا، ولكن هذا يعني غير بعيد، يعني تركيا بالفعل هي منفتحة على الدولة الليبية وتتعامل يعني مع المؤسسات الرسمية الليبية وتتعامل مع الدولة الليبية كرقعة جغرافية واحدة، ويعني ربما هذه التحركات أو هذه العلاقات بعد فتور لسنوات هي بكل تأكيد هي من مصلحة ليبيا شرقا وغربا، بغض النظر على الأجندة التي يحاول ربما معسكر عقيلة صالح وخليفة حفتر يعني وضعها للاستفادة من هذا التحالف. هذا التحالف أو هذا التعاون تعاون الحقيقة مهم، ويعني الفترة الماضية أو السنوات الماضية مع سيطرة يعني خليفة حفتر على المنطقة الشرقية ربما التعاون مع الحليف المصري كان تعاون أمني، وهذا التعاون في الواقع يذكرنا بالتعاون الأمني في زمن الاستبداد قبل ثورات الربيع العربي، حيث كان يقتصر التعاون ما بين الأقطار العربية على التعاون الأمني فقط وإهمال الجوانب التجارية والاقتصادية. تركيا شريك اقتصادي مهم يمكن أن يستفاد منها في شرق البلاد وفي غربها. أيضا يعني بكلمات إذا سمحت، كان هناك أيضا تصريحات لوزير الخارجية مولود تشاوشوغلو يقول فيها إن أيضا حفتر طلب زيارة تركيا بشريطة أن يلتقي بالرئيس أردوغان، لكن الأخير رفض ذلك. لماذا تستقبل باعتقادك تركيا عقيلة صالح ولا تستقبل حفتر لنقل على مستوى الرئاسي، مستوى يعني لقاء الرئيس التركي أردوغان بحفتر وربما يلتقي الرئيس أردوغان بعقيلة صالح؟ لا ندري حتى يعني حتى هذه اللحظة ما الذي سيكون حاضر، لكن كما تقول من المرجح أن يكون هناك زيارة لصالح إلى تركيا. ليبيا تركيا عفوا تتعامل مع ليبيا كوحدة واحدة وتتعامل مع مؤسسات رسمية. عقيلة صالح رغم يعني استحواذها على هذا البرلمان، برلمان ليبيا الذي يعني ذهب به إلى أقصى نقطة في شرق البلاد وهي طبرق، ما يزال إلى حد الآن هو يعني هذا الشخص على رأس مؤسسة التشريعية في ليبيا، يعني يحمل صفة رسمية. أما خليفة حفتر فهو لا يحمل صفة رسمية، هو عبارة عن رجل عسكري يقود تمرد ولا يمكن أن يمثل الدولة الليبية في الخارج. تركيا في هذه الـ يعني بهذه الطريقة أو بهذا التعامل مع الدولة الليبية تثبت للعالم أنها تتعامل وفق العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل رسمي، ولا يمكن أن تنزلق إلى 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 التعاون أو فتح باب الزيارات مع ربما تلطخت أيديهم بالدماء كخليفة حفتر. شكرا لكم الكاتب والمحلل السياسي الليبي سيد إسماعيل رويحة.